شاركت الإدارة العامة للتعليم بجدة في فعاليات عبر جناحين للبنين والبنات، كان محط أنظار الزوار واشتملها على العديد من الأركان المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية. طبعا هذه هي المشاركة الرابعة على التوالي منذ انطلاق معرض الكتاب في جدة الدولي في نسخته الأولى، ولله الحمد. تعليم جدة يشارك بهذا العام في ركنين منفصلين، ركن خاص بالبنين وركن خاص بالبنات. كل ركن يحتوي مجموعة من الفعاليات ومجموعة من البرامج. على سبيل المثال في ركن البنين لدينا ما يسمى بمقهى المعرفة، تدار فيه حلقات النقاش حول الكتاب ومفهوم الكتاب، القراءة والطرق الجيدة للقراءة. وتتضمن المشاركات فعاليات عدة، كيف تقرأ، بيعة وولاء، وعلم التقنية، وتسريع القراءة، ومقهى القراءة، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تسهم في رفض الطلاب والطالبات بالعلم والمعرفة. مشروعي هو إيزي كافينج، مشروع راح يحل لكم المشاكل ويسهل بالاحتياجات الخاصة الوصول للقهوة عن طريق أبليكيشن في الجوال، شغالين على تطويره. الأبليكيشن هذا بيتيح لك طلب القهوة عن طريق الجوال. وبرز ضمن المشاركات التعريف بلغة برايل، إذ يقدم عدد من طلاب التربية الخاصة إهداءات بأسماء الزوار. سرني والله وجود الناس كثير، أنا شاهدت أنا 3 يوم أجي في المعرض وجدت زائرين أو زوار لهذا المعرض كثر، ويعني الحمد لله يبشر بخير، خاصة وجود أطفال مع عائلاتهم، وربما أنها يعني تصبح هذه وجودهم مع عائلاتهم يعني كنقطة دافعية أو رغبة لديهم للاطلاع على الكتب وجديدها وثقافتها. شركة تطوير المباني هي شركة حكومية مملوكة للدولة بالكامل، وهي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم. طبعا شركة تطوير حاليا هي القائمة بجميع ما يخص المباني في وزارة التعليم، من مرحلة الإنشاء إلى التنفيذ، التصميم التنفيذ وتسليمها، وطبعا التشغيل بيكون بوزارة التعليم. نزار العلي لقناة يقرأ الفضائية، جدة.